تمكين الشباب من كلا الجنسين في فلسطين ليكونوا مواطنين فاعلين وقادة في المجتمع يسهم في خلق مستقبل أفضل للجميع. لنعمل معاً على تشجيع المواطنة الفاعلة والمشاركة المدنية لدى الشبان والشابات من خلال تثقيف أبنائنا وبناتنا وتوعيتهم وتطوير مهارتهم القيادية. هذه الومضة ضمن مشروع المواطن الصغير الذي ينفذه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية وبتمويل من جمعية الشابات الشبان المسيحية في النرويج واي جلوبال.